السلام عليكم البنات، صحيتو؟ وش راكم اليوم؟ حلوة تهبل، هشيشة هشيشة هشيشة، الضو في الفم. والأحسن هذا أنها سريعة التحضير وسريعة الطبخ، ما فيها ولا حاجة معقدة، ما فيهاش ياسر مكونات. كلش عندكم في الدار، نحتاج غير حبة بيض. الكمية هذه اللي درتي 30 حبة، نص كاس دبسة مر. اللي ما عندهاش دبسة مر وماش تبع في نظام غذائي صحي، تقدر ديري السكر، نخبطوهم مليح مع بعضهم حتى يتجانسو. ما عندكش باطور؟ مش شرط، تقدر تخبطي بيدك. وانا من نوع، يا ربي سامحني، ما نشتيش نستعمل فوي، راه يطيح لي جهدي. لا غالب ما صدق نستعمل باطور، في ابسط الحوايج نستعمل باطور. يدخل في بعضهم نص كاس اي حليب. انا استعملت حليب الشوفان، انتم استعملوا اي حليب. اذا كنتي مش تبع في نظام غذائي تقدري تستعملي حليب اللحظه اللي ماهوش صحي، اسمح بينك من روح. ونص كاس زيت، تحبوا زيت زيتونه ما فيش الريحه، تحبوا اي زيت طبيعي، المهم دهن. وكاطو هذا تقريب كل عيد نديره، صراحه كنت نديره بالسكر، خاطر مش ديما ناكل حلويات. هالمرة قررت ان نديرو صحي 100%. خبطوا كلش مع بعضه، بعدك ساعتين نضيفوا المكونات الجافة اللي متوفرة في كل منزل. رشة ملح ديما نديرها في قواطوية، او كل نص مغرفة فانيلا اللي تبع نظام غذائي صحي تقدر تيفيتيها، زوز مغارف كاكاو. يا بنات كاكاو جيبوا لي زين، ما كلاه تشرو لي هذاك لونه غامق عجبكم زيه، وهو راه يكحر صح مليح، يلون مليح بصح بنا مش مليح طول. هذا كاكاو اللي يخليك تحسي، تخليك تاكلي كاطو كاطو بنتو شوكولا، ماشي صح لونه بارد بصح بنتو هايله. بنات نتوما غربلو، انا اللي في ديانا فات غربي، ماشي شنغربل، نتوما غربلو. فرينه كامله اللي اشتريتوها. واخيرا اللي مش حابه دير فرينه كامله تقدر دير الفرينه اللي ما يشتبع في نظام غذائي، انت حره، خلي حتى تفيقي روحك وتفيقي صحتك. نص، مش نص كاسي، كاس فرينه كامله، يعني هذا القاطو صحي 100%. مغرف صغيره خميره الحلوى، هي كي كيلت نصف كيس خميرة نوارة تاعنا، يعني مغرف صغيرة، خطره الكيس فيه زوز مغارف قهوة، وتخلطي مليح. بنات نوصيكم برك كاكاو، انا منشيش ندير كيما هاك، بصح نتوما غربلو كاكاو والفرينة والخميرة، غربلو مع بعضهم ديرو. والى الورق السحري، انا ما نستعملش فيه الزيت خاطر دوكا بعد تشوفوا كيفاه ما يلصق لي ولا نقطه. هذا النوع اللي نستعمل فيه هايل، اذا عاد عندكم ناقص ما يلصق شويه غير ادهنوا. انا هذا ما ندهنش به بتاتا، حتى كنت ندير خبز الدار ما فيش الزيت ولا قطره زيت، ما ندهنش وما يلصقليش. البلاطو اللي استعملته نسيت ما قلت لكمش، ما كتبتهاش، اللي هو 20 سنتيمتر، حوالي 35 سنتيمتر، حوالي 35 سنتيمتر. والسمك يجي رقيق ومن بعد راح يتنفخ، رقيق جدا، رقيق جدا طول، وبعد يتنفخ. وهذه الكثافة تاعو غير ما كلها زيدو فرينة، خلوه كيما هك خفيف. البلاطو يقطع حوالي 30 حبة، مع اننا ما قطعتهمش، وكل نقولكم عليه من بعد. حوالي 30 حبة، دخلي صبعك شوفيه، نص عقل، نص عقل، عقل صبع شو يقولولو، المهم نص سنتيمتر. الكوشة كيما طيب اي كاطو. نروح للشوكولا تاعنا، الصراحة هو هنا في الكيل هذا نص كاس يكفيكم تاع دبس التمر. انا استعملت كاس خاطر نسيت الكيل قدش نحتاج. نص مغرف فانيلا على جربة تعطيني قوت الشوكولا، والملح دائما يقوي لي النكهات الجميلة، وزوز مغارف بودرة الكاكاو. سخنهم مليح فوق العافية حتى يدخلوا المكونات، ماشي شرط يغلي، هو جوز يسخنوا برك. كما قلت لكم انا هذا البلاطو راني استعملت فيه نص كاس، يعني النص الاخر بقالي دوك، بعد راح نزيد نعاود الوصفه، خاطر صراحه اول مره نديرها بهذه الطريقه الصحيه، ما نديرها بالسكر. وتقريب مش كل عيد بصح دائما نديرها، راهي بنينه، مش غير بنينه، سهله. يا ابن عمي راني انا مش من النوع اللي ينوع ويشكل في الاشكال تاع لي كواطو، ندير اشكال تاع لي كاطو غير تعود عندي كوموند نعاون ماما، بصح تاع الدار مشي نتعب فيها روحي، من بعد ديك الساعات يجوا ما ياكلوها رايحين. الفايده في البنا، الشكل ما يهمش، المهم شكل بسيط.
المهم تخلطوا كل شحنة حتى تدخل مكونات في بعضها. ومن بعد انا وجدت هذا الخليط، ما دام يوجد يبرد تلقي القطوة تاعك واجدة وطبخت. انا هنا قطوة تاعي طايبة، شوفوا كيفاه طرية تهبل، دخلت فيها موس، ما عنديش كيهضون، نتوما تاكدوا كيهضون. اي مول يجيك مزين ما يلصقش، ومن احسن يقعد فيه فوق بتين منه منا باش كي تشكلي تقدري تخرجي. شوفوا كيفاه من تحت مش لاصقه، وكانني دهنت بالزيت وانا ما دهنتش. الكاغط تاعي قاعد نضيف، حاولوا يعودوا متقاربين بعضهم. انا خليت شويه هنايا لخاطرها ما كنتش اتوقع اني راح تكفيني الخلطه هكاك، وكفاتني ما شاء الله. انتم هنا ديروه متقاربين كما درت، معنا متقاربين طوائر وسلام. حوالي 30 حبه، 30 حبه، حبه بيض وانتي رايحه. الحكايه كلها ما قعدتش فيها ساعه ونص، كلش 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 كلش. وهذه الزوائد اللي هي سر الجمال ساحه. وش يقولوا قاطو هذا اكسيني باللي عندي، يعني ما كان لها تروحي الحانوت وتجيبي هذا شيكولا وهذا مش عارفه وشي ونوار وتخدميه وتزيني بيه قاطو، والو الحواشي تاعو هذوك هما ترحيهم مليح، تقدري ديري مغربيتك، بس انا ما نحبش ندير بيدي، نحب نرحيهم. بنات ما تخلعوش من روبو، روبو كي تستعملوه شلوه غرب الماء برك وخلاص، ترحيه مليح. صراحه انا كي هناك رحيت جاني شويه من الدي. نتوما اذا جاكم شويه من الدي ما كنتش حابين تستعملوا مواد كوكو، واش نقول لكم باش ننصحكم، حطوه شويه فوق العافيه يجف شويه. خطره جاني كي استعملت روب، انا جاني شويه نادي، كي جاني شويه نادي خفت ما يلصقليش مليح، على هذه زدت له نواض كوكو. يعني هنا نواض كوكو اللي راح نزيدها راحي اختي، تحبوا تزيدوها زيدوها، ما تحبوش تزيدوها شوفوا. انا واش درت، دقيق جوز الهند، دقيق جوز الهند اللي قعد لي كي استعملت كي خدمت حليب جوز الهند، هذا الدقيق اللي استعملته ما فيه هو رائحة نواض كوكو. يعني اعطاني جفف لي المكونات تاعي وعطاني ليها منظر زين. انتم اذا تحبوا وكنتم من عشاق جوز الهند، استعملوا جوز الهند اللي فيه الريحة الجديد، مازال ما استعملتوه ما والو. وهنا للتزيين سهلة جدا، قلت لكم حكاية كلها كلها ساعة ونص، كل بالتصوير بكل شيء، التصوير ثاني يدي وقت. غطسي من ما تغطسيها ديركس في الخلطة، ناقصي بك شوية هذه كلها وخلاص. هذه كملنا كملنا وأخيرا كملنا. مرق دي الحبة تاعك وخلاص، جاء هشيش يهبل، شوف كيف طري الله يا الله، تقولي بيبي طري يهبل. والحلاوة جا حلو، ورب ما بانش فيه خلاص. الفريدة كاملة ما بانتش، ما بانت باللي عادي، يعني عادي. البنات اللي خايفين من الأكل الصحي غير جربوا، راهو ما فيه ولا ذوق غريب، ذوقو كله بنين جهايل ساهل الخديم. اذا عجبكم البنات لايك وبارطاجيو. البنات اللي مازال ساكن حابين ياكلوا حاجه حلوه مدين ريجيم، اعطوهم ديروا اعطوهم يجربوا كاطو صحي وبنين، اعطوهم طبخ لهم شو ساهل. واكيد اذا سيتوه اعطوني رايكم فيه وراي داركم، اسكو جاكم بنين، يشبه كاطو صحي ولا يشبه كاطو مش صحي. خلصنا بنات اليوم، الى اللقاء في وصفات اخرى، سلام.